شيخ حفظك الله، اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره، فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب؟ نعيش أن غير الشرعي هو الغالب. أولا بارك الله فيك، ما الذي أدرك أن غير الشرعي هو الغالب؟ من قال هو لجان بارك الله فيك رأت مصنعا يفعل هذا، لكن آلاف المصانع تصنع، ولا أعتقد أن دولة مسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب، ما أظن هذا. عرفت؟ ثم إن السؤال هذا من باب التعمق، لأننا لو فرضنا أنه لازم تسأل، قلنا تعال هذا خلوا مذبوح بالطريقة الإسلامية ومذبوح في البلد، يجب أن نسأل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي؟ بعض الجزائري ما يصلي، فهمت؟ هل يلزمك أن تسأل؟ هل يلزمك مذبوح عندك في الكويت ذابحين أهل الكويت، أليس في الجزارين من لا يصلي؟ طيب هل يلزمك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما فيه الذبيحة، طيب يلزمك ولا ما يلزمك؟ اسأله. لا أبي إذا أجبت الآن، لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت، هل عندك إشكال إنك تأكلها أو ما تأكلها، أو تأكلها بدون إشكال؟ قل يا أخي. إذن هذا كان يسموه كذا. أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد، لكن الله سامحنا عنه، قلنا من اللي ذبحها؟ هل يصلي ولا لا يصلي؟ ثم إذا قالوا يصلي، طيب من مالكها؟ ربما نسار، هل هي مسروقة ولا مشتراك بشراء حلال؟ نعم، إذا قال مشتراك حلال، طيب الثمن هو مسروق ولا حلال؟ وهل مجرى؟ لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معفون. حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكل، سموا وكل، أنتم طالب سمي عند الأكل، وما قبل ذلك ما عليك منه. اترك المجلات يا أخي، المجلات يقولون شيء وهم نقولهم صادقين إن شاء الله تعالى، لكن كم أتوا على مصر؟ كل المصانع مذبوحة فيها. بالنسبة للسعودية، هيئة كبار العلماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلديات، ما أدري، لكن وسألوهم قالوا أبدا، كل اللي يرجع السعودية عليه مراقبة. أبدا ما نقبل أي شهادة إلا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمن اللي فيه أشهد أنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية. عرفت ولا لا؟ هذه واحد. شيء آخر، بعض العلماء الأقدمين مو بالمتأخرين العصريين اللي تسألوا في الأمور يقولون إن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وإن ذكه بالخمر، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، لأنه أضاف الطعام إلى جهة مخصوصة، فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا. أفهمت؟ يعني على رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خنق أو على أي صفة أرادوا، ما دام قال طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوطع على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، نقول اللي يذبح بغير ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوضع على أنفسك. فأولا لا ندري هل هذا مما صعق أو لا، لأنه يعني يأتينا الرؤوس المقطعة، ثم إذا علمنا أن هذه بعينها ذبحت على غير وجه الشرع أو قتلت على غير وجه الشرع، نقول
بعض العلماء يقول إن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وإن ذبحوه على غير الطريقة الإسلامية. والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم. المهم سم الله وقل، قل بسم الله وقل، ولا تقول يا فلان هل هذا من ما ذبح هنا أو من ما ذبح هنا، لا تسأل.